السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع آية وحكاية، وما زلنا مع شرح أسباب النزول من كتاب أسباب النزول. وأتمنى أن أنتم تتابعوني معايا في الفقرات دي إن شاء الله، مع من الكتاب، من كتاب أسباب النزول في برنامج آية وحكاية. النهاردة الحقيقة بنلتقي مع سبب نزول آيتين في غاية الروعة. قول المولى عز وجل كما في سورة الأحزاب في الآيتين رقم 23 و24: من المؤمنين رجال، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. شو بقى الجزاء العظيم جدا؟ ليجزي الله الصادقين بصدقهم، ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أنزل على قلبه هذا القرآن العظيم. ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، ليجزي الله الصادقين بصدقهم. الله، شوف، وربنا سبحانه وتعالى ما وضحش الأجر، وانتوا عارفين لما بيكون الأجر عظيم قوي قوي ربنا سبحانه وتعالى يسكت عن الأجر. لأن شوف مثلا حينما تكلم المولى عز وجل عن الصيام كما في الحديث القدسي الذي رواه مسلم، أن المولى عز وجل قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، ولم يحدد الجزاء، لأن الصيام من الصبر، لأن الصيام من الصبر. والله جل وعلا قال عن الصبر وعن الصابرين: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، لا يحسب لهم حساب، ما شاء الله، يصب عليهم الأجر صبا بفضل الله سبحانه وتعالى. كذلك نفس الحكاية بالنسبة للصادقين، قال جل وعلا: ليجزي الله الصادقين بصدقهم، ولم يحدد الأجر اللي ممكن ياخده الإنسان الصادق. علشان تعرف بس قد إيه الموضوع خطير جدا وفي غاية الروعة والجمال إن أنت فعلا تكون مع الصادقين. ولذلك سبب نزول طبعا هذه الآية كما صح في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك، بيحكي عن عمه، بقى عمه اللي هو أنس بن النضر، قال: لما كان يوم بدر تغيب عمي أنس بن النضر لمرض شديد نزل به، فحزن حزنا شديدا وقال: والله لئن أشهدني الله مشهدا آخر لا يرين الله مني ما أصنع. ومرت الأيام وجاء يوم غزوة أحد بعد سنة من غزوة بدر، فتجهز أنس بن النضر وكان قد شفي من مرضه بفضل الله سبحانه وتعالى، ودخل ليقاتل ويجاهد في غزوة أحد. فلما انكشف المسلمون ونزل بعض الرماة، لهم 40 واحد نزلوا من على الجبل الرماة، وانكشف المسلمون، وخالد بن الوليد استدار هو ومن معه، كان لسه ساعتها كافر، فاستدار هو ومن معه من حول الجبل، وقتلوا 70 من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأرادوا بعد ذلك قتل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فاللي حصل ان بعض الصحابة لما شاع خبر مقتل النبي، كانت إشاعة، مجرد إشاعة بس وصلت الإشاعة، قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، فبعض الصحابة جلسوا جانبا ورموا السلاح بتاعهم، خلاص بقى النبي اتقتل، هنعمل ايه بالحياة؟ فاذا بأنس بن النضر يمر امامه ويقول: ما تصنعون؟ انتوا قاعدين كده ليه؟ قالوا: قتل رسول الله. فهو كلام مظبوط لكن الحال مش مظبوط، ما دام النبي اتقتل صلى الله عليه واله وسلم، انتوا عايزين تعيشوا ليه بعد النبي؟ قال: فما تصنعون بالحياه من بعد رسول الله؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تقدم انس بن النضر فلقيه سعد بن معاذ، فقال له: يا سعد، واها لريح الجنة، والله يا سعد إني لأجد ريح الجنة دون أحد. فالناس كلها طالعة بتجري من أرض الجهاد، وأنس بن النضر داخل يجري في أرض الجهاد، وأخذ السيف وقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني الصحابة، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فقاتل وقتل، فلم يعرفه أحد من الصحابة، ولا حتى النبي صلى الله عليه وسلم، ما عرفوه بعد الغزوة، ولكن عرفته أخته ببعض علامات في أصابعه. فنزل قول الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، اللي هو أنس بن النضر، ومن
ومنهم من ينتظر اللي هو غيره من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة بفضل الله، ما زال الباب مفتوحا بفضل الله سبحانه وتعالى. طب ليه ما عرفوش في الأول؟ ما عرفوش في الأول لأنه وجدوه وبه 80 ضربة، ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم، فنزل قول الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ده كان سبب نزول الآية، وهذا السبب وإن كان في أنس بن النضر إلا إنه في أي إنسان في الدنيا يصدق مع الله سبحانه وتعالى، إن تصدق الله يصدق. وهنتعرض طبعا لهذا الحديث الجميل. شاهد في الموضوع إن المولى عز وجل بيحض المؤمنين على الصدق، وما أجمل الصدق في زمان سامحوني غاب فيه الصدق، بل وصل الأمر إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقولها بكل حزن وبكل أسى، كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق في. شوف بقى المشكلة الكبيرة، إن أنت تعيش في زمن الدنيا كلها بقت خدعة، الدنيا كلها الموازين انقلبت والأمور بقت صعبة، الأبيض بقى أسود والأسود بقى أبيض والأحمر بقى كروهات والكروهات بقى بنفسجي والدنيا اتلخبطت. إحنا عايشين في لخبطة ألوان ولخبطة أخلاق بجد. النبي اللي قال كده: سيأتي على الناس سنوات، وسمها تسمية عجيبة جدا، سنوات خداعات. خداعات بقى اللي الخداع شغال فيها على طول، مش بتخدعك مرة وتسكت، لا خداعات. خد بالك، سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب. يا رب سلم يا رب سلم. تخيل لما الكاذب يصدق ويصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين. هي السنوات اللي احنا عايشينها ديت، الصادق أصبح أمين، والأمين بقى الصادق أصبح كاذب، والكاذب أصبح صادق، والأمين أصبح خائن، والخائن أصبح أمين. الدنيا بقت متلخبطة. حتى زمان كانوا بيقولوا زمان إن سمت الوجه بيعبر عما في القلب. الآن انسى الموضوع ده خالص، الآن حتى سمت الوجه ما بقاش يدل على ما في القلب، لأننا نعيش في زمن السنوات الخدعات. ومن أجل ذلك ربنا بيقول لها: يا مؤمنين يلي آمنتم بالله ورضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الله أكبر. اتقي ربنا، والتقوى كما عرف علي بن أبي طالب: الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وعرف طلق بن حبيب قال: إذا وقعت الفتنة فأطفئوها بالتقوى. قال: وما التقوى؟ قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. واستحسن الإمام ابن تيمية هذا التعريف، لأنه لأنه يحتوي على شرطي قبول العمل: الإخلاص والمتابعة. أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، هي دي المتابعة. تخشى ترجو 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 ثواب الله، هو ده الإخلاص. وأن تترك معصية الله على نور من الله، هي دي المتابعة. تخشى عقاب الله، هو ده الإخلاص. فده احتوى على ايه؟ التعريف ده احتوى على شرطي قبول العمل اللي هو المتابعة والإخلاص. يبقى إذا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ويجي في آية تانية بقى يقولك: مش أنا بقولك اتقوا الله وكونوا مع الصادقين؟ طب تعالى وريك بقى ايه عاقبة الصدق الجميلة جدا جدا يوم القيامة، هيكون أجره عامل ازاي. قال جل وعلا في آخر سورة المائدة: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. ايه الثواب يا رب العالمين؟ لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك الفوز العظيم. الله أكبر، ما شاء الله، رضي الله عنهم وفوق ده كله كمان ورضوا عن. ده حاجة يعني لا تخطر على قلب بشر، إحنا كبشر نرضى عن الله سبحانه وتعالى، شيء عجيب جدا. وده اتقالت طبعا في الصحابة ورضوا في آية أخرى: رضي الله عنهم ورضوا عن. سبحان الملك لما 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 تشوف يعني، حتى يقول لك الكرامة مش إن ربنا رضي عنهم، الكرامة إن ربنا هو اللي بيقول والصحابة دولت رضيوا عني. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد اللي رب أعظم جيل عرفته البشرية كلها. يبقى المولى عز وجل بيقول لك اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ويوضح لك الأجر يوم القيامة: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك الفوز العظيم. تعال نشوف حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم بيحض الأمة على الصدق، إن هم يكونوا صادقين، وما حدش فينا يكذب أبدا. أصل اللي بيكذب ده بيكذب ليه؟
إما إنه خايف من حاجة، وإما إنه عايز ينصب يعمل أي حاجة. طب لو خايف يعني أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. الإنسان بتخاف من الناس ليه؟ ولذلك كم من الثلاثة، خد بالك من الحديث العجيب ده، كم من الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، كان من دونهم مين؟ ملك كذاب. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم، خد بالك، ولهم عذاب أليم. كان من ضمنهم إيه؟ ملك كذاب. طب الملك الكذاب يعذب العذاب ده كله؟ قال لك لأن الملك الكذاب ده إيه اللي بيجبره على الكذب؟ ده ملك بيحكم أمة كاملة، لو شاور بصبعه كده الدنيا كلها تتغير. إيه اللي يحمله على الكذب سوى أنه يريد أن يعصي الله سبحانه وتعالى؟ عشان كده كان من الثلاثة اللي ربنا لا يكلمهم ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أربع عقوبات تترتب على هذا الإنسان الذي يكذب في الدنيا ويعاقب على هذا الكذب في الآخرة. الحبيب المصطفى متصلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي بسند صحيح: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. الصدق طمأنينة، فعلا الإنسان لما يكون صادق بيكون قلبه كده مطمئن، ولما تقف قدام الناس وتتكلم تتكلم بشجاعة، ما بقولش بوقاحة، بقول بشجاعة. وفي فرق بين الشجاعة المخلوطة بالأدب وبين الوقاحة اللي ملهاش فيها ريحة الأدب. في فرق ان انا اكلم مع واحد كده وانا شجاع واثق في كلامي، وان انا اتكلم معاه واشاور له مش عارف بايديا ازاي واتكلم معاه ازاي وابص له ازاي، لا دي مش شجاعه، ده فيها سوء ادب. انما انا بتكلم عن الانسان الصادق فعلا تلاقيه ثابت، لما تيجي تقول له مثلا اعمل كذا سوي كذا سبحان الملك. اذكر مره، معلش دي على هامش السيره، اذكر مره من مرات من منحه من المنح اللي ربنا اكرمنا بها في التسعينات، وكان بيتحقق معايا وكنت متغمي بقالي 9 أيام متغمي حتى ما خلاص يعني ايه يعني إيه وصل بنا الامر الى عزم ربنا يعافينا وعافيكم الى ان احنا كنا بنقول ربنا يعني رب احيني ما كانت الحياه خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي، كنا بنتمنى الموت من العذاب اللي احنا فيه. ففي وسط التحيات الضابط اللي بيسالني بيقول لي ايه؟ بيقول لي شيخ محمود. قلت له اتفضل يا فندم اؤمر. قال لي الشيخ فلان بيقول عليك كذا كذا. قلت له لا يا فندم هو ما يقولش كده. فراح مصرخ قال لي انا كذاب. قلت له حضرتك مش كذاب وهو ما يقولش كده برضه لاني انا مش كده. فقال لي طب شيل الغطا من على وشك. فشلته الاول مره بعد 9 أيام. قال لي انت ارجل واجدع واصدق واحد وقف قدامي. قلت له جزاك الله خير. قال لي عارف ليه؟ قلت له ليه؟ قال لي ان كل واحد من الشباب اللي جبتهم دولت لما كنت اقول له فلان الفلاني بيقول عليك ان انت كذا يقول له انا كذا ده هو اللي كذا وبيعمل كذا وعنده منشورات وبيعمل وهو ما فيش اصل حاجه من الكلام ده، بس ايه نظام بيلزق لي تهمه فبلزق له 100 تهمه. فقال لي فكلهم لبسوا لبعض تهم وكلهم هيتبهدلوا بسبب ان هم لزقوا لبعض تهم. انما انا لما سالتك قلت له حضرتك انا عندي شعار اسمه الصدق من جاء، وشعار قبل الصدق من جاء ان المولى عز وجل بيقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. انا مش من مصلحتي اكون عند حضرتك هنا لمده 5 دقائق، انا اتمنى اخرج النهارده قبل بكره، وما عنديش استعداد ان انا اكذب لان في النهايه انا سالقى الله سبحانه وتعالى. في النهايه انت لو عايز تسجني انا ان كنت انا هكذب عليك عشان ارضيك، قادر ربنا سبحانه وتعالى انه يسخطك عليا ويخليك تعمل لي جواب اعتقال وانا واقف. وقادر ربنا سبحانه وتعالى لما انا ارضي ربنا سبحانه وتعالى حتى لو انت كنت هتزعل، قادر ربنا سبحانه وتعالى انه يرضيك عني ويخليك تخرجني من هنا. قال لي ان شاء الله اتفضل ويعني خلص اجراءاتك ومع الف سلام. وبالفعل خرجت في اليوم دوت. الصدق من جاء، اصدق مع ربنا واصدق مع الناس، ربنا هيكرمك وينجيك دنيا واخره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، متصلى عليه كما عند احمد بسند صحيح: اربع اذا كنا فيك، لو انت عندك حاجه من لو عندك الاربع حاجات دول والله العظيم لو فاتتك الدنيا والعربيات والفلل والفلوس والصحه وكل حاجه ولا همك، انت كسبان دنيا واخره. اربع اذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: صدق حديث. الله، أول حاجة صدق حديث وحفظ أمانة وحسن خلق وعفة مطعم. الله أكبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين، وأختم بالكم حديث دولت عشان نطلع فاصل: إن الصدق يهدي إلى البر، الحديث في الصحيحين، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى صدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب
وفي رواية وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة. آخر حديثين حديث رواه أحمد بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة. ست حاجة تضمنوها لي أضمن لكم الجنة. كم من ضمنها؟ أصدقوا إذا حدثتم. آخر حديث رواه أبو داود بإسناد حسن إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا زعيم، أنا ضامن، أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، حتى لو كنت بتهزر فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا صدقا صلى الله عليه وسلم. نطلع فاصل قصير بس تصلي على حبيبك. لما نقرأ في الكتاب المستبين بالعيون والمشاعر واليقين رح نعيش بالقلوب مع كل آية نعرف المعنى وتدينا الحكاية القلوب مع كل آية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل. تعالوا نشوف النبي صلى الله عليه وسلم وقد إيه إن سيرة الإنسان خصوصا لما يكون في محل الدعوة سيرته بتنفعه في نجاح دعوته. لما يكون إنسان صادق، يكون إنسان أمين، يكون إنسان محترم، يكون إنسان عنده عفة نفس بفضل الله سبحانه وتعالى، كل هذه الأمور بتؤثر في دعوته وبتجعله القبول في قلوب الناس، والناس سبحان الله بتقرأ ما في القلوب وما في بتقرأ ما في العيون، والمولى عز وجل يطلع على ما في القلوب. ربنا يا ربي يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة ويرزقنا وإياكم الصدق مع الله ثم مع الناس بفضل الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقب قبل البعثة أيام الجاهلية كان يلقب بالصادق الأمين. تخيل، واللي كان بيقول عليه كده مين؟ ده أبو جهل وأبو لهب وعقبة بن أبي معيط والشلة الجميلة دي، كانوا بيقولوا عن النبي أنه الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. في الحديث اللي رواه البخاري ومسلم أن أبو سفيان وكان ساعتها كافر لما قابل هرقل اللي هو ملك الروم فحب يسألوا عن بعض الأشياء، قال لهم مين أقرب واحد فيكم من محمد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له أنا أقرب واحد، أنا من قريش. فبدأ يسأله فقال له بما يأمركم؟ فأبو سفيان قال كلمة حلوة قوي، قال والله لولا الحياء. بالله عليك ركز في الجملة دي وبقرأها بقى، ارجع للكتاب البخاري ومسلم واقرأ الجملة العجيبة دي. قال والله لولا الحياء من أن يؤثر علي كذبا لكذبت علي، لولا ان انا اخشى واستحي ان يتقال عليا في يوم من الايام ان انا كذبت وهو مشرك ماهوش مسلم لكذبت على هرقل. فقال له فبما يأمركم؟ قال يأمرنا، طبعا قال له اشياء كثيره جدا، كم من ضمنها ايه؟ يأمرنا بالصلاه والصدق، يعني بيأمرنا بالصدق صلى الله عليه وسلم. في الحديث اللي رواه البخاري ومسلم في بدايه نزول الوحي لما النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل في الغار وقال اقرا ما انا بقارئ، كان النبي عليه الصلاه والسلام في غايه الرعب، رجع البيت يقول لخديجه زملوني غطوني دثروني. فلما افاق النبي صلى الله عليه وسلم قال والله يا خديجه لقد خشيت على نفسي. قالت كلا والله لا يخزيك الله ابدا، وراحت قالت بعض الشمائل الجميله والصفات العجيبه للنبي صلى الله عليه وسلم. فكم من ضمنها؟ انك لتصل الرحم وتصدق الحديث. انت يا رسول الله انت انسان صادق، انت بتصل رحم وانسان صادق، لا يمكن ربنا يخزي انسان صادق ابدا، انك لتصل الرحم وتصدق الحديث. ولذلك جاء في الكلمة الجميلة المعروفة الصدق من جاء. كان في أحد العلماء وهو صغير عنده حوالي 12 سنة اسمه عبد القادر الجيلاني، كانت أمه إدته 40 دينار. 40 دينار ده مبلغ النهارده مثلا يساوي إيه 4-5 آلاف جنيه، وقالت له خد يا بني المبلغ ده وسافر إلى البلد الفلانية واطلب العلم واطلب الحديث على يد أهل العلم، ولكن إياك أن تخرج وحدك، انتظر شوف أي قافلة رايحة البلد دي اطلع معاها كده إيه اتونس بيهم طول السكة، السكة طويلة. فلقى قافلة طالعة مش معاهم، هو ماشي معاهم، طلع عليهم لصوص عشان يسرقوهم، سرقوا القافلة كلها، جم عند الغلام الصغير ده، فواحد من اللصوص بيسأله كم معك يا غلام؟ قال له 40 دينار، فظن ان هو بيهزر، قال أتمزح؟ قال والله لا أمزح، قال له تعال معايا، راح واخده لمين؟ لرئيس اللصوص الزعيم الكبير بتاع العصابة، قال له كم معك يا بني؟ قال 40 دينارا، قال أين هي؟ وراح مطلع له 40 دينار. قال سبحان الله، ما الذي أجبرك على أن تقول أن معك هذا المال مع أنك تعلم أنني سارق وأنني أريد أن أخذ هذا المال؟
فقال له عبد القادر الجيلاني: لقد عاهدت أمي منذ صغري على أن أكون صادقا، فأنا أخشى أن أخون العهد مع أمي. فبكى رئيس اللصوص وقال: سبحان الله، أنت تخشى أن تخون العهد مع أمك، وأنا قد خنت العهد مع ربي، والله لقد تبت إلى الله. وأمر جميع اللصوص أن يردوا جميع الأشياء التي سرقوها من الناس جميعا، وتابوا جميع، وتاب هذا الرجل. فلما تاب رئيس اللصوص قالوا اللصوص بقالوا له: لقد كنت زعيمنا في السرقة، وأنت اليوم زعيمنا في التوبة. وتابوا جميعا على يد هذا الغلام، فالصدق منجان. في الحديث الجميل الذي رواه النسائي بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة خيبر مباشرة كان بيوزع الغنائم على الصحابة، فكان من ضمنهم واحد سافر لمكان كده، فلما عاد قالوا له: هذا حظك وقسمك من غنائم خيبر، تركها لك النبي صلى الله عليه وسلم. قال لهم: طيب. فرح واخذ الغنائم كلها واستاقها، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، والله ما على هذا اتبعتك، أنا ما اتبعتكش على كده أبدا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فعلى ما اتبعت؟ قال: والله يا رسول الله، ما اتبعتك إلا على أن أرمها هنا، وأشار إلى حلقي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله يصدق، لو تصدق مع ربنا شوف ربنا يكلمك إزاي. فدخل هذا الصحابي في الغزوة اللي بعدها وأصيب بسهم في حلقي في نفس المكان الذي أشار إليه، فدخلوا به على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أهو هو؟ قالوا: أجل هو يا رسول الله. قال: صدق الله فصدقه الله. ثم قام النبي ودفنه، وقال بعدما دفن: اللهم إن عبدك هذا خرج مجاهدا في سبيلك، فقتل شهيدا وأنا على ذلك شهيد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فالكذب له خطورة عظيمة جدا، وأسوأ ما في الكذب هو الكذب على الله والكذب على رسول الله. قال جل وعلا: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. الله المستعان، ربنا يعافينا وعافيكم يا رب، يا رب سلم يا رب. خيل يأتي يوم القيامة، كلنا طبعا نحشر يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مختونين، كلنا كده عريانين كما ولدتنا أمهاتنا. فتخيل الجسم أبيض والوش أسود، ربنا يعافينا وعافيكم، منظر صعب جدا. ليه؟ كان بيكذب على الله سبحانه وتعالى. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. طب واللي بيكذب على النبي عليه السلام؟ قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري، أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والكذب على رسول الله يتناول أمرين: إن أنت تثبت للنبي حديث هو ما قالهوش لمجرد أي حاجة كده تقول قال رسول الله، وأنت عارف الحديث ده لم يرد على النبي، عارف أنه ضعيف، ورغم ذلك بتروي هذا الحديث، فهذا كذب على رسول الله. والنوع الثاني من الكذب على الرسول أن تثبت للنبي حديثا لم يقله. يعني خد بالك من حاجة، إن أنت تقول الحديث النبي ما قالوش، أو تثبت حديث أو تنفي حديث النبي قاله. بمعنى إيه؟ بمعنى حديث ضعيف وأنا بقول الحديث ده صحيح وبرويه، يبقى أنا كده كذبت على رسول الله. طيب حديث صحيح وأنا بقول لا الحديث ده مش صحيح، الحديث ده ضعيف وأنا عارف أنه صحيح، يبقى ده كذب على رسول الله. ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. كم من خطورة الكذب قصة عجيبة جدا، قصة واقعية حصلت في الأيام اللي فاتت، قصة حصلت من سنين يعني قريبة. إن امرأة طيبة جدا وإنسانة فاضلة، وكان عندها ابنها الوحيد، جوزها مات وملهاش في الدنيا دي غير ابنها، لا ليها عم ولا ليها خال ولا ليها أي حد، يعني ملهاش غير أخت بس كده، يعني بتزورها بين الحين والحين، لكن هي كل اللي طلع بيه من الدنيا ابنها ده. وابنها ده كان متدين جدا وحافظ القرآن، وكان متدين وبيصلي ومحترم جدا، تخرج من كلية الطب وبعدين خد الماجستير وأراد أنه ياخد رسالة الدكتوراه من أمريكا. ولما أراد أنه يسافر الأم طبعا بكت بكاء شديد جدا لابنها لأول مرة يفارقها، فبدأت تبكي تقول له: يا ابني خد بالك من نفسك، وخد بالك من مصحفك وقرآنك وصلاتك، حافظ على نفسك من الفتن، اتصل علي على طول، طمني عليك، اهتم بدراستك، خد بالك من أكلك من شربك من صحتك. الأم بقى وقلب الأم وانت عارفين يعني.
فالابن سافر وقضى وقت طويل جدا، وكان دايما يتصل بالأم عشان يطمنها عليه، وكان ابن بار جدا والحمد لله خد رسالة الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف، واتصل بأمه: أمي الحبيبة أنا راجع يوم الخميس القادم بعد الظهر مباشرة. الأم فرحانة وسعيدة ومهيئة البيت لاستقبال ابنها اللي غاب عنها فترة طويلة جدا عقبال ما خد رسالة الدكتوراه، وده ابنها الوحيد وملهاش في الدنيا غيره، وفي ظل ما هي منتظراه، وفجأة رن جرس التليفون. ظنت ان ابنها وصل، والكلام ده كان بعد الظهر، ظنت ان ابنها وصل، يعني قالت ارد عشان يقول لي مثلا الحمد لله وصلت يا امي وجاي لك في السكه، فبترد على التليفون فلقيت واحد بيتصل بيها بيقول لها: حضرتك ام فلان؟ قال لها: ايوه. قال لها: البقاء لله، ابنك مات في حادثه عربيه وجاي من المطار وتوفي، والجنازه بتاعته هتطلع بعد 3 ساعات من مسجد كذا. الام جالها طبعا حاله انهيار عصبي، خدوها على غرفه الانعاش في حاله يرثى لها، ابنها الوحيد كادت أن تموت، ابنها واخد رسالة الدكتورة وجاي من أمريكا كادت أن تموت. وفي ظل تلك الحالة طلع أصلا ابنها ما ماتش، كان واحد بيتصل عشان يهزر وبيكذب على الأم المسكينة ديت، واحد بيمزح زي ما كتير من الشباب بيتصلوا التليفونات ويهزروا ويخربوا بيوت كتيرة بسبب التليفونات والهزار والحاجات اللي بتحصل ديت. فالمهم شاء المولى عز وجل ان الشاب وصل المطار في الوقت دوت، فلما وصل المطار ركب تاكسي وراح البيت بسرعه. فاول ما وصل البيت قالوا له: ده امك في غرفه الانعاش، لان واحد اتصل قال لها ان انت مت بسبب حادث سياره حصل لك وانت راجع من المطار. الشاب طبعا اتجنن، في مستشفى ايه؟ في مستشفى كذا، جري عشان يلحق امه باي طريقه، وهو ماشي طالع بسرعه جنونيه، قدر ربنا ان السياره انقلبت بيه وهو رايح يزور امه عشان يطمن عليها قبل ما تموت، فانقلبت السياره بيه فمات. فعلمت جارته فراحت عشان تقول لامه: تخيلي يا حبيبتي ان ابنك كان حي وما كانش ميت، والراجل اللي اتصل بيكي كان بيكذب عليكي، وابنك وصل البيت ولما عرف ان انت في غرفة الانعاش من شدة حبه ليكي وشوقه ليكي ركب عربيته وطلع بأقصى سرعة انقلبت بيه العربية فمات. فالأم اللي كانت في غرفة الانعاش فضلت تصرخ بصورة هستيرية لحد ما فاضت روحها خلال نص ساعة، وماتت الأم بسبب كذبة. فخدوا بالكم، الصدق منجاة، والكذب لا ينجي الإنسان بل يضيع حياة الإنسان في الدنيا والآخرة. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، لكن التانيين بقى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك الفوز العظيم. ربنا يجعلنا وإياكم من الصادقين، ونلتقي بكرة إن شاء الله مع آية وحكاية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما نقرأ في الكتاب المستبين.